لا ولو حنين للي بدأ معايا وألحانه وحشة هقول له شكرا يعني. لا هو علاء طبعا ملحن هايل وليه نجاحات مع نفسه، كان عامل يا قمر، أغنية يا قمر لنفسه وأغنيات عديدة يعني، فسمعته وعجبني ف هو اختار لي أغنيتين من كلمات محمد فضل وقال لي اختاري منهم، عملت لك لحنين زراف فأنا عجبني ده حبيته يعني. انتي والمطربة حنان والمطرب علاء عبد الخالق ابتديتوا مع بعض فرقة واحدة، وبعدين كل واحد فيكم راح لحاله، مين فيكم فضل صاحب التاني اكتر، انتي وعلاء عبد الخالق ولا انتي وحنان ولا حن وعلاء عبد الخالق ولا ولا ما فيش خالص. هو يعني انا وعلاء كنا من سنة اولى معهد سامي مع بعض، فيعني كنا اصحاب قوي فعلا، لكن حاليا فعلا بحكم الظروف ما فيش حد بيشوف حد خالص يعني، الا بس في اثناء العمل كده، لكن انا وعلاء كنا يعني تقريبا دفعة واحدة، بيسموها دفعة واحدة في المعهد.